أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكما بالجلد 80 جلدة بحق سعودي يبلغ من العمر 25 عاما بعد ثبوت قذفه للفنانة الكويتية شمس عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا. كانت شمس قد رفعت دعوى قضائية في المحاكم السعودية ضد سعودي يعرف في تويتر باسم محامي الملكة أحلام، واتهمته فيها بالإساءة إليها وفبركة صور طبيعية وبقذفها بالزنا. يعتبر هذا الحكم ضد المغرد الأول من نوعه والذي تشهده الساحة الفنية.